الضغط العسكري يستطيع أحيانا فتح الباب أمام الدبلوماسية، هذا ما قالتها الخارجية الأمريكية للحدث في سياق تعليقها على ما اعتبرتها حق إسرائيل في ملاحقة الأهداف الإرهابية المشروعة، مثل زعيم حزب الله حسن نصر الله على حد تعبيرها. انطلاقا من هنا تؤكد الخارجية الأمريكية للحدث دعم الخطوات الأيلة لتحقيق العدالة بحق من وصفتهم بالإرهابيين والذين يستهدفون المواطنين الأمريكيين، ولكن ثمة تشديد أمريكي في الوقت ذاته على أن الهدف هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإفساح المجال للدبلوماسية وإيجاد حل سياسي دائم يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود، فحماية المدنيين واجب، تقول الخارجية الأمريكية رافضة استهداف البنية التحتية المدنية. أما أهداف حزب الله وبناء التحتية فهي أهداف مشروعة للجيش الإسرائيلي، مضيفة أن الولايات المتحدة وأي دولة أخرى ستضرب التنظيمات الإرهابية التي تعتدي عليها. وتشدد واشنطن على أن التصعيد ليس في مصلحة أحد وقد يقود إلى مضاعفات غير محسوبة. هذا وكانت العاصمتان الأمريكية ومعها الفرنسية قد طرحتا في سبتمبر الماضي اقتراحا لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن الجهود لم تفلح. أعود لضيفي من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، ومن بيروت العميد الركن المتقاعد يعرب صخر الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي. سيادة العميد، أعود معك في هذه التطورات وهذه التصريحات، وتقول الولايات المتحدة الأمريكية، تقول الخارجية الأمريكية أن الضغط العسكري يستطيع أحيانا فتح الباب أمام الدبلوماسية، كيف نترجم هذا التصريح؟ نعم، وهي بقول آخر الحرب آخر حلقة في سلسلة السياسة، هؤلاء المفكرون الاستراتيجيون يقولون. طبعا عندما تنعدم البدائل وتقفل الحلول تكون الحرب آخر مخرج، علها تعيد خلط الأوراق وإعادة فرزها من جديد لتحديد التوجهات الاستراتيجية كذلك من جديد. طبعا ودائما ما تقول أمريكا بهذا الغموض ذلك، لكن هي من وراء ذلك تؤيد إسرائيل وتدعمها، لأن وهناك هنا النقطة المهمة، إسرائيل تبين ليس فقط لأمريكا ولكن للرأي العام العالمي كذلك أنني لا أحارب الدولة اللبنانية، لا أحارب لبنان. ولكن كيف سيترجم ذلك عمليا عسكريا على الأرض؟ ما الذي تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية، تسمح لإسرائيل القيام به سواء على الجبهات المختلفة لبنان غزة، وما الذي يمكن أن تسمح به أيضا في إيران؟ أوكي، هي بالهاجس الأساسي أمريكا الاستراتيجية الأساسية لا تريد توسعة الحرب وتكون حرب إقليمية شاملة، هذا هو الهاجس الأساسي للإدارة الحالية، وهذا الحشد الأمريكي الكبير أتى ليعطي رسالة لإسرائيل أنني أحميك لكن شرط أن لا توسع الجبهات. واجتماع أوستن وغالان هو بمثابة رسالة أمريكية لاحتواء الرد الإسرائيلي على إيران وتقييده ضمن حدود محددة. لماذا الاجتماع مع غالانت؟ لأن نتنياهو متفلت من كل القيود، وهي كذلك رسالة أخرى أمريكية إلى نتنياهو بأن بديلك موجود، يعني رسائل سياسية وتصعيدية بذات الوقت، لكن هدفها احتواء الرد الإسرائيلي على إيران، ويبدو أنه قد نجح في بحيث أنه حدد أن إسرائيل بإمكانها مثلا عدم ضرب عبادان وكرخ هؤلاء المناطق ذات الثقل الاقتصادي النفطي الكبير والذي بضربها قد تحقق خنق اقتصادي لإيران وترتفع أسعار النفط العالمية. مثلا ممنوع ضرب هذه المصافي النفط، وكذلك ممنوع ضرب المفاعل النووي، وإنما يعني تعطي رسائل لإسرائيل بأن بإمكانك ضرب منصات الصواريخ الباليستية واستراتيجية وأنفاق المسيرات إلى آخره ومواقع الحرس الثوري الإيراني. نعم. إلى آخره من أهداف. نعم. قد لا تؤثر على البنية الكبرى وتجعل أمريكا تدخل في الحرب إذا لجأت إيران إلى الرد على الرد
وهي طبعا طيب لن ترد اذا كانت حدود الرد بهذا الاطار الذي رسمته امريكا لاسرائيل، لكن لا تزال الخشيه من نتنياهو. جالانت يمكن احتوائه وقد حدد ذلك، انما على الجبهه اللبنانيه، لانك اخذتيني على كل الجبهات، على الجبهه اللبنانيه طب دعني أعود اسرائيل إليك في تفاوض. الجبهة اللبنانية وأيضا قطاع غزة والمرتقب، ولكن أشرك معنا أيضا في هذا النقاش الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس الذي انضم إلينا الآن، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. وأبقى معك في إطار ما تفكر فيه الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية والتصريحات الأخيرة من الخارجية الأمريكية وأيضا وزارة الدفاع. هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية فقط أن تتحكم في حجم وشكل هذه الضربة الإسرائيلية على إيران وليس أن تمنع هذه الضربة؟ هي تسمح لإسرائيل بالرد، ولكن هي تريد أن تتحكم في حجم وشكل هذا الرد. وكيف يمكن لأي رد عسكري أو تعاطي عسكري أن يفتح الباب فعلا أمام الدبلوماسية؟ الاعتقاد السائد هو أن الدبلوماسية تبدأ بوقف إطلاق النار وليس بعملية عسكرية ورد عسكري أيا كان شكله ونوعه وحجمه. أهلا بحضرتك أستاذة ضحى، بالضيوف الكرام وبكل المشاهدين. يعني طبعا كلام حضرتك في السؤال مضبوط، هي واشنطن تريد أن تكون هذه الضربة محدودة تحقق لإسرائيل غرض الرد، وفي نفس التوقيت تحقق لواشنطن غرض عدم التصعيد. ولكن هل إيران في المقابل ستقبل بهذا، أم كما تقول إذا ما ضربت إسرائيل سنقوم بالرد من جديد؟ هل هناك وسطاء بشكل غير معلن بين واشنطن وإيران للاتفاق على محدودية هذه الضربة؟ هذا ربما يكون موجود، ولكن تحت الطاولة لا نعلم عنه شيء. سنعلم عنه بعدما نشاهد حجم الضربة الإسرائيلية المتوقعة. هناك محاولات في واشنطن أن يكون هناك أيضا كما تعلم حضرتك تعويض بديلا عن الضربة، يعني لا تقوم بالرد على إيران وستكون هناك تعويضات، غير معلن حتى اللحظة ما هي نوعية هذه التعويضات، ستكون عسكرية، اقتصادية، شيء آخر لا نعلمه. لكن بكل تأكيد واشنطن لا تريد التصعيد، لكن هي في نفس التوقيت لن تمنع إسرائيل من يعني دراسة الرد ومحاولة الرد، وهي تجد بالمناسبة في هذا الأمر، يعني الضربات التي نعم تقوم بها إسرائيل سواء في غزة أو في لبنان أو حتى في إيران توافقا مع سياسة أمريكا، لأن أمريكا تنظر مثلا إلى حزب الله وإلى حماس على أنهما جماعتان إرهابيتان، وإيران دولة مارقة، فأي ضربات لهذا المحور هو بالنسبة لواشنطن أمر مفيد نعم وجيد. طيب أذهب بهذه النقطة للسيد نظير مجلي فيما يتعلق بهذه الضغوط الأمريكية. إذا فعلا صح يعني هذا الوصف بأنها ضغوط أمريكية، هذا العرض الأمريكي والاقتراحات الأمريكية، هل يمكن أن نقول أن إسرائيل التي لم تخضع يوما لأي ضغوط أو تصريحات أو استجابة لأي مقترحات أمريكية أن تستجيب هذه المرة وأن لا تستهدف المناطق الحيوية، المناطق التي لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية استهدافها المتعلقة بالشق الاقتصادي بالمنشآت النفطية النووية باعتقادك؟ يوجد شيء ما تغير في إسرائيل. في الماضي كانت ترضخ للإرادة والإملاءات الأمريكية في كثير من الأحيان أيضا على مستوى عسكري، كان ذلك في حروب أو كان ذلك في عمليات أو في التعاطي مع هذه الدولة أو تلك. اليوم شيء ما تغير في الولايات المتحدة وشيء ما تغير في إسرائيل. في الولايات المتحدة القيادة أصبحت أضعف وتدخلها في الحياة السياسية في إسرائيل يفشل خلال سنة وهي تحاول أن تشارك وتساهم، بل ربما أن نقول حتى سنتين. أيضا خلال المظاهرات في إسرائيل ضد إصلاح القضاء كان الولايات المتحدة موقف وحاولت أن تتدخل للتأثير على نتنياهو أو حتى لإسقاط نتنياهو، وكانت النتيجة عكسية، جاء هجوم حماس فأنقذ نتنياهو. اليوم نتنياهو أو التغيير في إسرائيل هو ما يفعله نتنياهو،